مساء الخير على كل أب وأم وعلى كل أسرة بتتفرج علينا. أهلا بيكم في برنامجكم عيون مفتوحة. النهاردة حلقة خاصة مخصوصة لكل أم عندها بنات. مش بتسمعي لبنتك ليه؟ هو في إيه؟ البنات اللي في سن المراهقة في العادة مش بيروحوا بسرعة لأهاليهم يحكي لهم، ولكن في ظاهرة جديدة إن البنات عايزة تحكي لأمهاتها ولكن خايفين أو بتخبي عليها علشان خاطر تخلص من الأسئلة والكلام اللي بيوجع دماغهم. البنت مش عايزة تيجي تقول إن هي حبت علشان ما تقوللهاش ما ينفعش أنت لسه صغيرة أو إحنا ما عندناش الكلام ده. عايزة تيجي تقولك إنها ركبت العربية مع شاب أو بتكلم واحد، ولكن بيجيلها أسئلة كتيرة، مين ده؟ بيكلمك ليه؟ عاوز منك إيه؟ أو عايزة تقولك عن قصة لطيفة حصلت في المدرسة، ولكن هي عارفة إنك هتكبري الموضوع فما بتقولكيش. المشكلة بقى مش بس في كل ده، ولكن في الأهالي اللي بيفضلوا كل ما أولادهم يعملوا غلطة يرجعوا تاني لكل الأخطاء اللي فاتت. يعني ما هو طبعا مش بنتعلم من الأخطاء اللي فاتت. تحب أفكرك؟ أنتوا كمان كنتوا في نفس السن ومريتوا بنفس المراحل. حاولي مهما تكوني مش مقتنعة تسمعي لبنتك. كلنا عارفين ان رد فعل كل ام بيكون علشان خاطر خايفة عليها، ولكن بالطريقة دي البنت هتخبي او ممكن تقول لاصحابها واهالي اصحابها، ويا عالم كل واحد بيستغل ده ازاي معاهم. اسمعي لهم، خلي الحوار مناقشة جميلة. حسيتوا ان انتوا مش مستحملين ما تدوش رأيكم في نفس الوقت اللي هم بيحكوا فيه، خليها بعدها بكم ساعة أو تاني يوم قبل ما تفكري وتهدي. مهم جدا إن بعد ما هم يخلصوا تحضنوهم، بتديهم الإحساس إن هم إن أنتوا ما زعلتوش، إن أنتوا قابلينهم، إن أنتوا فرحانين بيهم، علشان خاطر دايما ييجوا يحكولكم من غير خوف. هستنى أسئلتكم من خلال اللينكس اللي تحت الديسكريبشن في الفيديو، وأشوفكم يوم الخميس الساعة 7 في برنامجكم عيون مفتوحة.